مساء الخير، السلام عليكم جميعا، أهلا وسهلا بكم في درسنا هذه الليلة حرف الراء. إن شاء الله تكون هناك فائدة. بداية سنشرح مثل كل مرة، نأخذ الحرف مفرد ثم نتطرق إلى بعض حالات الحرف أثناء الجملة وبعض الأشياء المهمة للحرف، وبعد ذلك نرى الأسئلة إذا كان هناك شيء مهم إن شاء الله نجيب عليه بإذن الله. بداية قبل أن نبدأ في درس الليلة، هناك بعض الأشياء وصلتني أثناء الأسبوع. أحد الإخوة يسأل عن الأساليب والطرق يعني التي يكتب بها الإخوة، يقول على أي مدرسة تشرح أو على أي مدرسة نستطيع أن نكتب أو ما هي المدرسة الأفضل أو من هذا الكلام. كنت قد تكلمت من قبل عن موضوع المدارس والأساليب وكيفية التعامل معها. أولا بالنسبة لي أنا لا أشرح على مدرسة معينة، ولكن هي مدرسة عامة وأتطرق إلى جميع المدارس أثناء الشرح. الحالات التي نذكرها والأشكال المختلفة التي نذكرها هي عبارة عن مدارس فنية موجودة، تستطيع الإنسان أن يأخذ أي منها. المهم أن يحاول أن لا يخلط بين المدارس في الأسلوب الواحد، لأن الخلط بينها كمن يحاول أن يقرأ آية معينة بجميع القراءات، يعني في كل كلمة يقرأها بقراءة مختلفة، فهذا لا يصح، لأن جمالا واستقراءا وعلميا وثقافة لا يصح، لأن كل أسلوب له رتم خاص، له يعني قواعد معينة، له أساليب معينة، ميلان معين، زوايا معينة، لهذا الخلط بينها يولد شيء ليس جيد، بالعكس لا يولد شيء جميل. دائما كل شيء الإنسان يتفرد فيه، فإذا خلط بين شيئين ولو كان جميلين غالبا يولد شيء ليس جيد. فلهذا الأساليب التي نذكرها أساليب عامة، وتستطيع أن تأخذ أي الأساليب تريد. حرفنا اليوم حرف الراء، سنتطرق إليه مثل بقية الدروس، سنذكر بعض الأساليب الموجودة وبعض الطرق التي يكتب فيها، وسنشرح شرح مبسط ثم شرح للخطاطين أو لأصحاب الخبرة. هناك أيضا استفسار آخر، أحد الإخوة يرسل يقول هناك بعض الإخوة ينزلون هذه الشروحات، يعني هل أنت من وضعها أم أنت من أخذها من مكان معين أو ومن هذا الكلام؟ فأنا لم أخذ عن أحد هذه الأشياء التي أشرحها، أنا هي عبارة عن اجتهادات وبحث وتتبع، وأحاول أني أفيدكم إياها. أما من يأخذها مثلا وينزلها في يوتيوب أو ينزلها في انستغرام أو ينزلها في مكان معين، فأنا سمحت بهذا، طبعا لا مشكلة عندي في النشر أبدا، كل الحقوق تستطيعون أن تأخذونها وتنشرونها براحتكم. المهم أن يكون هناك أدب للمهنة، أدب للتعامل والنشر، وهو ألا يأخذ الإنسان الدرس مصور أو يعيده كتابة ثم يضع اسمه وينزل الدرس على أنه من عمله. أنا لا أسمح بهذا، طبعا لا أسمح بهذا أبدا. أسمح أن ألا يذكر اسمي، أسمح لا مشكل، يضع الدرس حتى بدون ذكر اسم، هو وقف وهو أجر وصدقة جارية للناس جميعا، لكن أن يبدل الاسم باسم آخر لا أسمح، لكن أن ينشر الاسم عامة للناس ويشرح لمن يريد ويعلم من يريد، المهم لا ينسب الأمر لشخص آخر أو ينسب الأمر له، يترك الأمر عام وصدقة جارية حتى بدون أن يذكر اسمي وبدون أن يعني أن يقول هذا من فلان أو من قناة فلان أو من درس فلان، يعني لا أشترط، بالعكس أنا أحب أن يعني يشرح بدون ذكر أي شيء. المهم أن يكون عنده أدب في النقل، لأن وصلتني بعض الصور مؤسفة للأسف، أحد الإخوة السلم الحرف الباء الذي عملناه من قبل
أخذه مثل ما هو ونشره في أحد الأماكن ووضع اسمه عليه ونشر. يعني هذه أمور هي عائدة على الإنسان، يعني لا يعني أنا لا أسمح حقيقة، ولكن يجب أن يكون عنده أسلوب في كيف نشر العلم. بما أني جعلته صدقة جارية لجميع الناس، فعليه أن يتأدب بهذا الأدب وأن يعني ينشره بدون ذكر أي اسم، لا مشكل، لا اسمي ولا اسمه، وينشره صدقة للناس جميعا. وأنا أقبل بهذا وما عندي أي مانع أبدا. يعني تفضلوا، وأسأل الله أن يكتب به الأجر لي ولكم بإذن الله. طيب، اليوم سنأخذ حرف الراء، وأتمنى عدم التعليق حتى لا يعني أغلق التعليقات، لأني أغلقت التعليقات وبعض الإخوة يقول أثناء الشرح توجد أشياء مهمة نريد نسأل عنها ننساها بعد نهاية الدرس. فأنا سأترك التعليقات مفتوحة، ولكن رجاء التعليقات تكون خفيفة فقط، إذا كان هناك شيء مهم جدا جدا يسأل عنه أحد الإخوة المتابعين يتفضل. أما فقط كلام أو سلام أو من هذا الباب، لا، نترك حتى الأخير إن شاء الله، نفتح باب الأسئلة للجميع بإذن الله. وأنا سأشرح اليوم في هذا الجزء فقط حتى يراه الكل، ولا يكون هناك مشكلة إن شاء الله في يعني ما يكون هناك مشكلة في الرؤية بإذن الله، حتى لو كان هناك تعليقات إن شاء الله الأمر متاح. إذن سنبدأ حرف الراء. حرف الراء المفرد هيكله العام هو عبارة عن اتجاه ثم اتجاه آخر ثم اتجاه آخر. انظروا الآن سنشرح موضوع الاتجاه بغض النظر عن شكل الحرف. انظروا إلى هذه الزاوية، ليست قائمة، منفرجة، وهنا أيضا منفرجة. كلما تغير هذا الميلان تغير هذا الميلان وما بينهما. يعني هي عبارة عن 3 خطوط، إذا تغير هذا بهذا الشكل هذا يتغير بهذا الشكل وهذا يتغير بهذا الشكل، وإذا زاد الميلان يزيد استقامة هذا ثم يزيد استقامة هذا. الجزء الثالث، يعني كلما تغيرنا في اتجاه يتغير، لا يوجد زاوية واحدة نبدأ منها، يعني لا نبدأ بهذا الطرف، إذا عمل الإنسان بهذا الشكل نقول خطأ، لا، ممكن هنا، ممكن هنا، ممكن أكثر، ولكن على ضوء هذا التغيير هناك تغيير أيضا في الأجزاء الأخرى. بداية سنشرح على أسلوب واحد، ثم ننظر ما المتغيرات في الأساليب الموجودة في حرف الراء. أولا، حرف الراء هناك أسلوب يكتب بهذا الشكل، هذا أحد الأساليب. هناك أسلوب بهذا الشكل، انظروا هنا فرق، هنا فرق، هنا فرق، هنا فرق. ما هي الأساليب وكيف هناك متغيرات في حرف الراء؟ أولا، الراء من ناحية شكله المفرد هناك أسلوب، يعني أسلوبان في الكتابة. الأسلوب الأول طبعا نقسمه 3 أقسام حتى نستطيع نشرح عنه. هذا القسم الأول، هذا القسم الثاني، وهذا القسم الثالث. طيب، الأساليب الموجودة في حرف الراء، القسم الأول هذا هل يساوي الجزء الثاني أم لا يساوي؟ هل يساوي أم لا يساوي؟ هناك مدرسة أن هذا الجزء يساوي هذا الجزء، وهناك مدرسة أن هذا الجزء جزء يساوي ثلث حرف الراء، ثلث. طيب، القسم الأول الذي يساوي يكتبون الراء بهذه الطريقة، هذا يميلونه أكثر بهذا الشكل. فلو عملنا خط من هنا نجد هذا نقطتان ونجد هذا نقطتان، بغض النظر عن النقطتان، يعني أن هذا وهذا متساوي، هذا الجزء وهذا الجزء متساوي. المدرسة الأخرى
هذا صغير، عبارة عن نقطة طويلة بهذا الشكل، نقطة طويلة بهذا الشكل، ثم يكتبون هذا الجزء، فيصير هذا الجزء عبارة عن جزء ونصف من الحركة الثانية، وليست متساوية، هذا لا يساوي هذا. هذا الاختلاف الأول في قياس الراع عموماً. طبعاً هنا له متغيرات إذا اتصل، هذه المدرسة وهذه المدرسة لها متغيرات عند الاتصال، سنذكرها إن شاء الله، هذا في حال كونه مفرد. طيب بالنسبة الأسلوب، أسلوب الميلان، أسلوب الميلان يختلف هنا في هذا المكان، وهذا المكان في أسلوب الميلان، يعني هذا المكان الأول اللي هو هذا، هل هذا الجزء يساوي هذا الجزء أو هذا الجزء يساوي أقله، هذا الاختلاف في المدرسة الواحدة، يعني مثلا عند العثمانيين نجد أن ناس كتبوا بهذا الأسلوب وناس كتبوا بهذا الأسلوب، وعند البغداديين أو المدرسة العراقية والشامية والمصرية أيضا كتبوا بهذا الأسلوب وبعضهم بهذا الأسلوب، يعني أن في المدرسة الواحدة هناك اختلافات في هذا الجزئية، البعض يرى أنه يساوي أو لا يساوي. أما هذه الجزئية وهي ميلان الحرف أين يكون عند الانتهاء من الحركة الثانية، لأن هذه الحركة الأولى، هذه الحركة الثانية، هذه الحركة الثالثة، الحركة الثانية الانتهاء منها، هذه المدارس كل مدرسة لها رأي فيه. انظروا الآن، أكتب بقلم أكبر حتى يتضح الأمر، انظروا جيدا، هذا الميلان، بقلم أكبر كثيرا، بهذا القلم، هذا الميلان، هذا الميلان الذي بدأنا به حرف الراء بهذا الشكل، هذا الميلان تماما. المدرسة الأولى تقول أن الانتهاء من الحركة الثانية هنا يكون عند نفس الميلان، يعني هذا الميلان يساوي هذا الميلان، ثم يبدأون الرسم. فمعنى هذا إذا ميلنا القلم هنا بهذا الشكل ثم بدأنا الرسم، معنى هذا أن هذا الجزء لا يكون بعرض القلم كاملا، يعني لا يكون عريضا، يكون نحيفا، هذا الجزء يكون نحيف. هذه المدرسة الأولى. المدرسة الثانية أن نهاية الحركة الثانية لا تساوي نفس الميلان الأول، نبدأ هكذا ثم انظروا، انظروا على هذه الجزئية، هذه مستقيمة وهذه مائلة، فهنا نرسم، نجد أن هذا الجزء عند كتابته أعرض مكان في حرف الراء، وهذا نجده عند الأسلوب العراقي أو أسلوب المدرسة العراقية، هنا يضعونه عريض ليس نحيفا، بينما المدرسة العثمانية هنا نحيف يساوي هذا الميلان، نهاية الجزء يساوي الميلان الأول. هذا من هذه الناحية. طيب الآن نأتي إلى القسم الثالث، هذا القسم الأول وهذا القسم الثاني، القسم الثالث، هذا من ناحية الحرف مفرد. القسم الثالث، كم معدل الرسم، كم طول الرسم وأين اتجاهه، طول الرسم واتجاهه. أولا طول الرسم، إذا وصلنا بالحرف إلى هنا، تمام، لن نأتي إلى هذا الجزء، هذا الجزء يساوي
هذا الجزء، وكأنه نفس هذا الجزء بشكل مقلوب، نفس هذا الجزء بشكل مقلوب. هذا مقدار الرسم، لأن بعض الإخوة يبالغ، يعني يصل إلى هنا ثم يبالغ كثيرا في رسم الرأى المتأخرة، يبالغ كثيرا. فهي عبارة عن نفس هذه الحركة أو أطول منها قليلا، لكن لا نبالغ فيها إلا عند الوصل، عندما نوصل الراء نبالغ في هذه الحركة ونصعد بهذا الشكل. مثلا مع الهاء ممكن نبالغ فيها ونصعد بهذه الدرجة، أو راء باء، هنا راء ثم جاء بعد الراء مثلا أي حرف آخر فنبالغ فيه حتى نوصله مع حرف الباء مثلا هذا الشكل، أو مع أي حرف آخر أو مع هاء حتى هذا الشكل. يعني ممكن المبالغة هنا ونطول هذه الحركة قليلا، لكن الحركة يعني حجمها الأساسي هو لا تتعدى هذه الحركة وأطول منها قليلا فقط. يعني كلما قربت هذه الحركة من هذه الحركة كان أجمل. وهذه الحركة الوسطى تكلمنا عنها، إما أنها تساوي هذه الحركة في المقاس من هذه الناحية من هنا، إما تساويها، وإما تكون هذه أكبر منها في النزول. هذه بالنسبة للراء المفرد، هذه بالنسبة للراء المفرد. طيب اليوم سنغير قليلا برنامج الشرح، بعد كل جزئية بسيطة نفتح المجال للأسئلة حتى نخلص هذه الجزئية ثم ننتقل إلى الأمور الأخرى. الآن انتهينا من موضوع الراء المفرد وكيفية التعامل معها، قبل أن ننتقل إلى كيفية وصلها وما حالاتها وبعض التفاصيل فيها، نبقى مع إذا هناك أسئلة مهمة ممكن نأخذها، يعني لا تتعدى 10 أسئلة مثلا، ثم نكمل بقية الشرح. يعني ما في أي أسئلة؟ من أين نبدأ حرف الراء من السطر؟ إذا كان في البداية كتابة على السطر إن شاء الله بعد إتمام الحروف إن شاء الله. هي الراء الأجمل بالنسبة لك؟ والله ما أريد أقول ماذا الراء بالنسبة لي، لأني ما أريد الإخوة يعني يقلد أو يختار ما أختاره أنا، لا، لكن أنا أضع لكم الأشياء التي ترونها مناسبة وأنتم تختارون. بالنسبة من أين أبدأ؟ إذا كان هذا السطر الحركة الأولى تكون هنا إذا كان في بدايته، والحركة الثانية والثالثة في الأسفل. أما إذا كان بعد حرف يعني لم نبدأ به فالأمر متغير تماما، متغير تماما. ما هي زاوية كتابة أول جزء من الراء؟ تكلمنا عنها، إن أما بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو بهذا الشكل لا مشكلة، يعني هكذا وهكذا وهكذا لا مشكلة، ولكن تتغير معها بقية الأجزاء. الله خيره السلام لك، هل ممكن لما تشرح تغلق تعليقات حتى يبين شاشتها؟ والله تمام، أغلق إن شاء الله بعد قليل، أكمل الأسئلة إن شاء الله أغلق. بالنسبة للراء الأخرى المعكوفة، ها تمام سأشرحها، سيأتي دورها، أنا الآن لست في صددها، سيأتي دورها إن شاء الله. قد يمكن أحيانا أن يكون كل حرف الراء فوق السطر، نعم طبعا يكون فوق السطر ويكون بعض الأحيان أعلى من السطر. كم المسافة بين حرفين راء مثل بررة؟ سنأتي في الوصل، انتظروا قليلا، نحن فقط الآن أريد إذا أحد عنده سؤال في الراء المفرد.
أما الراء الوصل سنأتي لها، سنأتي لها. الحركة الأولى اللي مثل الرقم واحد صغير، مستقيم أو مائل يعني مقوس. نعم نعم بهذا الشكل. طيب أي راء أجمل؟ الذي تحب، يعني كل واحد عنده. هل هناك فرق بين العثمانية والعراقية؟ يعني فروق بسيطة عبارة عن أساليب، ولكن في نهاية الحركة الثانية يوجد فرق واضح في سمك القلم. هل الجزء المرسوم نفس الواو أو مرتفع؟ نفس الواو تماما. هل ممكن تعطي دروس لخط الرقعة؟ لست خطاط رقعة، يعني هناك كثير من الأخوة يعطوه الرقعة، ثم أنا لا أجيد الرقعة جيدا. هل يمكن رسم ذيل الراء دون رسم، رسم ذيل الراء دون رسم، هاي كتابة يعني ذيل الراء بدون رسم، تدوير القلم ممكن، لكن النسخ لا نتعامل معه مثل الثلث، لا الرسم فيه أساسي. أنا معي مشكلة في مسكة القلم وراضي يضبط، وكيف إذا جيت أبي أوصل الكلمة مع حرف الراء مثلا رحمن؟ والله تحتاج مشق، لازم تمرين حتى تضبط. الراء بدون رسم، لازم الرسم، لا يكتب مرة واحدة. عراقية شبه واقفة، نعم. كم قياس حركة الجزء الثاني من الراء؟ ممكن نفس الجزء الأول أو يعني إما نفسه وإما مرة وثلث، يعني مرة وثلث من الجزء الأول. زاوية الجزء الثاني تختلف عن زاوية الجزء الأول؟ نعم في الوصل عند العراقيين تختلف، مستقيمة. هل يكتب الراء بفركة القلم؟ لا. طيب الآن ننتقل إلى الجزء الثاني من شرح الراء، وهو موضوع الوصل، وصل الراء وفراغ الراء وكيف نتعامل مع الراء أثناء الكتابة. طيب سأضطر أغلق التعليقات حتى نهاية الشرح، ثم أفتح المجال للأسئلة. طيب الآن لابد نعلم أن النسخ ليس مثل الثلث، النسخ لا يشبه الثلث في أمور ويشبهه في بعض الأمور. النسخ الثلث، النسخ ليس فيه تركيب سطر، يعني يكتب على السطر. أنا أتكلم الآن على الثلث العادي، والثلث يكتب على السطر. انظروا هنا في اتفاق بين النسخ والثلث. النسخ تشكيله أساسي، والثلث تشكيله أساسي وثانوي. يعني مثلا هذه الحركة، مثلا هذه الحركة، مثلا يعني هذه الحركة، لا هذه أيضا في النسخ موجودة، يعني بعض حركات مثلا هذه الميم في الأعلى مثلا، في النسخ غير موجودة. هنا اتفاق، هنا لا يوجد اتفاق. النسخ الأحرف لا تتداخل في الاتصال، يعني لا تدخل في بعضها في الاتصال. الثلث ممكن، يعني مثلا نسخ لو جاء نون هنا، هل ممكن أضع الألف داخل النون؟ مستحيل، لازم نهاية النون. لكن في الثلث لو جاء نون أستطيع أضع الألف هنا، أضع اللام هنا والميم هنا وأكتب طبيعي، لكن في النسخ لا. هذه الفوارق لما نشرح الآن حرف الراء وبعض الأحرف، لازم أن ننتبه لمسألة التداخل، مسألة التداخل، الفرق بين النسخ والثلث كيف نتعامل. مثلا لو جاء عندي حرف راء في النسخ وحرف راء في الثلث، حرف الراء في النسخ أنا إذا جاء بعده ميم مثلا، لا أضع الميم هنا ثم أكتب بهذا الشكل مثلا، غير مسموح. لكن في الثلث إذا جاء راء هنا ممكن أضع ميم هنا وأكتب ألف بهذا الشكل. التداخل في الثلث موجود لكن في النسخ غير موجود. لذلك أحرف النسخ، البياض الموجود في أحرف النسخ، البياض الموجود في أحرف النسخ بياض محظور.
كتابة فيه محظورة، يعني مثلا سين بهذا الشكل، نكتب سين مثلا، مثلا هذه المنطقة محظورة في النسخ، لا أستطيع أضع فيها أي حرف. لكن في الثلث لو كتبنا سين مثلا، هذه السين، أستطيع أضع الألف هنا، وأكتب مثلا سين أخرى هنا، وأكتب طبيعي، يعني أدخل في الفراغ كاملا. في النسخ لا أستطيع، لهذا عندما نتعامل الآن مع الراء نتعامل مع الفراغ الداخل وكيفية وكيف أن تأتي بعده الحروف. فركزوا معي في هذه المسألة الآن، فقط هذه مقدمة حتى تفهمون مسألة التداخل في الحرف. طيب الآن حرف الراء، بغض النظر راء أي أسلوب، أي أسلوب لا مشكلة، المهم إذا كتبنا حرف راء هذا الشكل، حرف راء هذا الجزء الذي تم رسمه في كل الحروف، كل الحروف الجزء الذي يتم رسمه في النسخ، سواء كان راء سواء كان الحرف المفردة أقصد، يعني واو نفس الراء، واو تمام، هذا الحرف يعني بعضهم يرسم الميم، يعني مثلا هذا بعضهم يرسم هذا الجزء، المهم هذه الأحرف الدخول الجزء المرسوم منها لا يعتبر أساسي، ركزوا معي لا يعتبر أساسي، الجزء المرسوم لا يعتبر أساسي لأنه الحرف يدخل فيه، يعني نستطيع أن ندخل بالحرف الذي يأتي بعد الراء أو الواو أو الميم، نستطيع أن ندخل إلى هذا المكان، أكثر من هذا المكان يصير مشكلة. يعني إذا كتبنا راء الآن جاء بعد الراء ألف مثلا، أضع هنا الألف، انظرين إلى هنا، يعني ممكن أدخل في الألف، ممكن أخرج، طبعا الخروج أفضل إذا كان الفراغ أكثر يكون أفضل، المهم أن نطبق الفراغ على النص، لكن الدخول أكثر من هذا المكان يعمل مشكلة في الفراغ أثناء الكتابة، يكون هذا الأمر واضح للعين. هذه المسألة الأولى في فراغ الراء وكيفية وصل الحرف بها بعد الراء، ليس قبل الراء، بعد الراء أين نضع الحرف بعد الراء. طيب بالنسبة للراء، ما هي الأحرف التي توصل مع الراء، يوصل مع الراء؟ الكثير من الإخوة، أولا أنبه إلى شغلة مهمة، كثير من الإخوة يكتب الراء ثم يعمل هكذا ويضع الألف هنا بهذا الشكل، يوصله مع الراء، سواء كان في المنتصف في البداية في نهاية النص يضعه بهذا الشكل، وهذا ليس موجود. البعض يعني بعض الإخوة يرى حالة واحدة موجودة مثلا عند شوقي عند الحافظ عند، فيحاول أن يطبقها في كل النص، وهذا ليس صحيح. الأشياء التي تطبق وتظل كقاعدة هي الأمور التي أخذها الناس بالغلبة، يعني موجودة بكثرة، هذه الأشياء الموجودة بكثرة تصير مثل القاعدة، لأن القاعدة لازم أن يطبق عليها 100 مثال 200 مثال تصير قاعدة، أما من مثال واحد يبدأ يطبقه الناس على كل الكتابة، أو مثلا هذه الحركة التي استخدمها شوقي بعض الأحيان،
هذه الحركة، تكلم عنها الخطاطين كثيرا وصارت كأنها شيء أساسي يجب العمل به، وهي موجودة مرة أو مرتين فقط في كتابات في الكتابات، فلا تظل هذه كأنها قاعدة يعمل بها الناس في كل كتاباتهم. فالانتباه إلى هذه الأمور. هذه بالنسبة للحرف الذي بعد الراء، أيهما يوصل؟ يوصل الهاء. أو الراء نفس الشيء، ولكن الوصل، وصل الهاء، كلما كان قبل الهاء الكتلة أكبر كلما كان الوصل أجمل. كيف؟ يعني عندما يكون الراء مفرد، فقط مفرد، الوصل معه غير جميل، لكن إذا كان مثلا كلمة ميم وعين معسرة مثلا ووصلنا لها، انظروا هنا الوصل جميل، لأن قبل الهاء ليس راء، را سين عين ميم كتلة كبيرة، فالوصل مع الجزء الكبير أجمل من الوصل مع الحرف فقط. مع الحرف فقط نعمل القطع، الحرف فقط نعمل القطع بهذا الشكل، هذه أجمل من حركة الوصل. طبعا ليس أجمل عندي، أجمل استقراء عند الخطاطين في تجارب الخطاطين. مع الراء المفرد يستخدمون القطع، لكن مع الكتلة الكبيرة يستخدمون هذا الحرف، أو مثلا باء راء ثم هكذا. ممكن في هناك حرف حرف حرفين ثلاثة أربعة ممكن، لكن مع حرف واحد ليس جميل ولم يستخدمه كثيرا. طيب بالنسبة لاتجاه الجزء الأخير، اتجاه الجزء الأخير، بعض الإخوة يبالغ في هذا الجزء فيجعله بهذا الاتجاه. انظروا هذا الاتجاه، يعني هذا رايح هنا بهذا الشكل، هذه مبالغة ليست صحيحة، لأن هناك معادلات في الزاوية يجب الانتباه لها، معادلات مهمة، وهي هنا الانفراج وهنا أيضا لازم يكون انفراج، يعني يذهب بهذا الاتجاه. انتبه على هذه المسألة جيدا. وتعمل في المفرد بهذا الشكل، لكن إذا كان ما بعدها يعني قريب إلى الوصل، مثلا رأيتم في البسملة مثلا شوقي كتب بهذا الشكل كلمة الرحيم بهذا الشكل، تمام، ثم عمل الحاء وأكمل، هذه الراء يريد يوصلها مع الحاء يعني بهذا الشكل، ليست راء مفردة توقفت، هي كأنه يريد الوصل، لأن الوصل في النسخ جميل. وربما هذا الجزء موجود أصلا موجود، لكنه خافت جدا مع الطباعة ضاء فظهر إلى هنا، ولكن هذا ربما نحيف جدا ضاع مع التصوير والطباعة، لأنه الجزء الأخير هذا لا يكتب على تمهل، يكتب إلى هنا ثم يرسم بهذه الطريقة ويعمل هذا الشكل سريع، فمع السرعة ممكن لا يظهر بهذا الشكل. فلا تتخذوا هذه المسائل على أنها قاعدة، لا، مرة تظهر ومرة لا تظهر حسب ضربة القلم عند الخطاط. طيب هذا بالنسبة للوصل الذي بعد الراء، ممكن نوصل هاء، ممكن نوصل باء، أي حرف لا مشكل، المهم لا يكون الحرف صاعد، لا يكون ألف مثلا أو لام، يعني آتي من الأعلى أو ذاهب إلى الأعلى مفرد. أما إذا كان حرف ثم صعود إلى الأعلى ممكن، يعني مثلا راء ثم بعد الراء فاء، بعد الفاء ألف، ممكن نعمل هذه الطريقة لا مشكلة. لكن إذا كان الحرف فقط مفرد وصاعد مثل لام، فلا نأتي الراء من اللام ونعمل بهذا الشكل، لا، أو مع ألف فقط بهذا الشكل، لا، لكن إذا كان قبله حرف ممكن، أو بعده حرف يعني لام
باء ثم راء، ممكن نعمل هذا الشكل، لكن مع الأحرف المفردة ليس جيد واستخدامه قليل جدا. هذه بالنسبة لما بعد الراء. لما قبل الراء، ما قبل الراء، قبل الراء هذه أجزاء الراء ثلاثة. الراء إذا وصل تختفي منه الحركة الأولى إلا مع المد. ركزوا، الراء إذا وصلنا الراء، لحظة، مثلا هذا حرف الراء، انظروا، هذا حرف الراء، مثلا سين، بعد السين راء، انظروا من أين أخذنا هذه الحركة، تذهب مع كل وصل قصير، مع كل وصل قصير هذه الحركة تختفي، لكن مع كل وصل طويل تظهر، وربما تظهر أكبر من هذه بهذا الشكل، سين بعد السين راء، انظروا ظهرت، لكن مع المفرد أو مع القصير عفوا لا تظهر. مثال، لو كتبنا فاء راء، رأيتم هذا الجزء اختفى، مع كل الأحرف القصيرة يختفي الجزء الأول، ولكن إذا كان قبله مد يظهر الراء كأنه راء كامل، ويكون المد قريب المنتصف، يعني لو قسنا هذه المسافة وهذه المسافة سنجدها واحدة، يكون في المنتصف. طيب، هناك راء آخر وأنا ما شرحته إلى الآن، لأنه أيضا حتى هو استخدامه ليس كثير، فلا ما أحب أشتت، سأشرحه بشكل بسيط، وهو هذا الشكل، هذا الراء، هذا الراء يستخدم عند الوصل، ويستخدم أيضا الوصل فيما بعده أيضا مختلف. هذا الراء يرجع الحرف إلى الداخل ولا توصل به الحرف مثل بقية الراء، بقية الراءات، مثلا هذه الراء نستطيع أن نوصل الحرف بهذا الشكل، لكن هذا الراء لا نستطيع أن نوصل الحرف بهذا الشكل، بل يقف هكذا ثم توضع عليه الهاء، لأن جسمه واتجاهه وعكس اتجاهه ليس مثل هذا. انظروا، هذا هكذا ثم منفرج ثم منفرج الأعلى بهذا الشكل، لكن هذا العكس هنا لما نعمل هذه الحركة لينة ثم نأتي الآن نعكس، نرجع من نفس الاتجاه بهذا الشكل. أما إذا عملنا بهذا الشكل، انظروا كيف يصير نفس مبدأ الثلث، والنسخ مختلف عليه، هذا الشكل غير موجود في النسخ، فيصير كأنه ثلث، فهذا لا يعمل به مع هذه الراء. الراء حالات كثيرة ومتشعبة، لكن سنحاول نصل إلى أكبر قدر. هذه الراء يدخل بها الحرف إلى منتصفها، إلى المنتصف، يعني إلى هنا نستطيع أن ندخل الحرف ونكتب، تمام؟ لكن
الرا الآخر غير. طيب هذه الرا لماذا دخلنا إلى هذا إلى هذا المكان ولم ندخل فقط إلى هذا المكان بعكس الراء الأخرى؟ لأن هذه الراء راء ثانوية ليست راء أساسية، شكل الأساسي هذه الراء، هذه راء أخرى، وهذه الراء هي شكلها آتي من شكلين مختلفين، يعني هي آتي من صاد، تمام، ثم آتي من حركة الراء، هذه آتي من صاد ومن حركة أخرى. فالحرف الثانوي الذي يأتي من حرفه ومن حرف آخر التعامل معه غير الحرف الأساسي، حرف الراء الأساسي التعامل معه مختلف حتى في الوصل، يعني هو يبدأ بنقطة، شكله يبدأ بنقطة وينتهي بنقطة، انظروا يبدأ بنقطة وينتهي بنقطة، هذا شكله، هيكله بهذا الشكل، نقطة نقطة ثم بهذا الشكل. هذه النقطة تذهب مع الوصل، وهذه النقطة الدخول فيها إلى الداخل مسموح، إلى هذا المكان مسموح، يعني إلى المنتصف مسموح، ندخل المنتصف. لو نظرت إلى الأحرف الثانوية في الحروف الأخرى، مثلا سنأتي إلى حرف الهاء، مثلا هذه الهاء الأساسي، لكن هذه الهاء مختلف، هذه الهاء مختلف، التعامل مع هذا الهاء وهذا الهاء غير التعامل مع الهاء الأساسي، سنأتي إلى إن شاء الله في الكلام، إن شاء الله سيأتي معنا في الوصل كيف نتعامل مع الأحرف الأشكال الثانوية غير الأساسية للحروف. المهم هذا مختصر بسيط لحرف الراء. إذا كان هناك أسئلة في هذا الموضوع، طبعا نحن لم نتكلم كثير عن الوصل في الراء لأنه سيأتي عندنا يعني شرح للوصل، إن شاء الله نترك مسألة وصل الحروف إلى وقتها إن شاء الله. سأفتح لكم التعليقات إذا كان هناك شيء تريدون السؤال عنه أو الكلام عنه إن شاء الله قبل أن نغلق البث. الله يعافيك وفيكم، بارك الله، آمين، شكرا لكم. أي أحد عنده سؤال أو شيء ممكن، آمين، سألكم الله. سلمكم الله جميعا. أحد عنده استفسار أو شيء عن الراء؟ الله يبارك فيكم، شكرا لكم. عند المد الراء وراء المد يكون أصغر من الاعتيادي، نعم نعم أصغر. هو في مسألة صغر الحرف وكبر الحرف سيأتي معنا إن شاء الله الكلام في الوصل، في كلام كثير عن هذه المسألة إن شاء الله نتكلم عنها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درس لبري القلم إن شاء الله، كل مرة نقول يأتي إن شاء الله، الله يجعل هناك وقت وإن شاء الله أشرح لكم بإذن الله. شكرا لكم. هل يبقى حجم حرف الحرف الراء ثابت بعد المد؟ لا، يكون قصير لكن سيأتي إن شاء الله نشرحه بإذن الله. أرى الأخيرة بدايتها نقطة، نعم، ونهايتها نقطة. الله عافية. أنا مبتدئ نصاع عامة وهامة منك، ركز على أسلوب معين، خليك مع أستاذ، هذا أهم 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 نقطة يختصر لك المسافة إن شاء الله. آمين وإياكم، شكرا لكم. لماذا كلمة بحمده تختلف عن الراء؟ بحمده أي شيء، ما فهمت، يعني ما فيها كلمة راء، بحمده هذه دال. شكرا عليه. الله يبارك فيكم. متى يصغر حرف الراء ومتى يأخذ حجمه في حالة الوصل؟ إذا كان قبله مد يصغر ويتغير اتجاهه قليلا، ستجدها إن شاء الله في الشرح، شرح موجود 24 ساعة على الانستغرام، وأيضا بعد ذلك ينشر في يوتيوب.
أهلا بكم، أهلا بأهل البحرين. إن شاء الله يوم ثلاثة نحن عندكم في البحرين بإذن الله، نتشرف بكم وبجميع الإخوة الموجودين، وإذا كان هناك أحد قريب في البحرين أو قريب من البحرين يستطيع الحضور، سيكون هناك شرح أيضا، شرح مباشر وتصحيح لكثير من الدروس كل يوم إن شاء الله. تشرفنا بكم إخواني. الرأي الأساسي، هل ممكن تتصل بالكريمة بعدها؟ نعم، اتصال، لكن اتصالها يختلف على حسب حركة، على حسب شكل الحرف الذي وراءها. والثلثين في ماذا؟ ما فهم، متى نتكلم عن راء الثلث؟ وإن شاء الله أن ما نكمل حرف النسخ، وأنا أفكر يعني صراحة أني أكمل هذه الأحرف للنسخ وأبدأ بأحرف الثلث إن شاء الله. في نحن بحاجة إلى كراسة للنسخ ضروري بإذن الله، بإذن الله. آمين وإياكم. ستجدها إن شاء الله في البث، تجدها في 24 ساعة، ستبقى في الانستغرام. الباء برحمته، نعم، ما المسألة؟ هناك فرق في الطول، الباء مع الراء مع الراء. إذا كانت راء، الباء مع الراء فارق نقطة فقط، الطول شكلها شكل واحد لكن الحجم. نسخ لا يكتب على السطر يعني، ولكن يريد شرح، يعني هذه الجملة صحيحة ولكن تريد شرح. المدارس أفضل لتعلم خط النسخ الذي تريد، يعني ابدأ بأي مدرسة تريد ستتعلم. آمين وإياكم. هل الراء الموصولة وقبلها مد نفس حجم الراء؟ لا، مختلفة، زاوية معينة لكتابة بداية الراء، لا توجد زاوية معينة، تستطيع التنقل، أهم شيء لا تذهب إلى يعني إلى شكل أو زاوية الثلث، ولا تقل زاوية الرقعة، تتنقل بين زوايا النسخ. الحرف القادم حرف السين. أستاذ أنا لا يوجد عندي معلم، فهل لا تعلمنا جميع اتصالات الحروف؟ يعني أنا موجود على الانستغرام كل يوم جمعة مساء شرح الحروف، نتشرف بالكل، يعني الأمر متاح، الحساب ليس خاص. بالنسبة لخط النسخ، ما أفضل حجم؟ الأفضل 1 ملم، إذا زاد قليلا لا مشكلة. ارتفاع جزئي الراء العلوي والسفلي، نعم، هناك بعض المدارس، انظر الشرح ستجد الإجابة على هذا السؤال. آمين وإياكم. أقصد، لماذا كلمة بحمده المركبة الدال الموصولة تركب على الهاء بشكل أوسع من الراء الموصولة؟ ليس، لا، ليست بشكل أوسع، هي نفس الراء الموصولة، ليست أوسع، ولكن لأنها ابتدأ فيها من المنتصف تظهر لك كأنها أوسع، ولكن ليست أوسع، ليست أوسع. أيضا هناك فارق، يعني انظر، الراء نبدأ فيه بهذا الشكل، بهذا الشكل، رأيت هذه الزاوية، هذه تؤثر أيضا على الدوران، لكن الدال انظر من أين بدأنا، استقامة، هذه أيضا تؤثر، هذه تؤثر وهذه تؤثر، كلما زاد هنا ضاقت الارتداد أقوى، كلما انفتح الارتداد أوسع، هذه أيضا بتؤثر في مسألة الوصل. مع بعض أحسن، والله بعض الإخوة يريد نسخ، بعض الإخوة يريد ثلث، إن شاء الله بعد إكمال النسخ إن شاء الله نبدأ بالثلث بإذن الله. وإياكم، حجم القلم الثلث يعني 3 ملم، جيد، 2.5 مناسب. كنت حاكي شوقي حروف ليست على السطر، نعم، شوقي ليست على السطر، هو لا يوجد أحد يكتب على السطر، لا يوجد سطر للخط، لا يوجد سطر، الذي نضعه الآن السطر هذا هو سطر وهمي فقط، يعطينا أبعاد يعني بعيدة جدا عن تفاصيل العمل، يعني فقط مثل الإرشادات البعيدة. نوع القلم الورق المناسب للمبتدئ، ما في مانع، الذي ترى مناسب اكتب فيه، اي نوع قلم ورق، اهم شيء الورق لا يكون خشن حتى ما يتعبك اثناء الكتابه. النسخ يعتمد على رسم النهايات ام فرك القلم، والافضل على الرسم غالبا، وكلما زاد حجم القلم في النسخ كلما قل الرسم. بالنسبه للرابعه، الحرف مرسل، هل ترتفع هي الاخرى؟ نعم، هناك فيها ارتفاع، وهذا الارتفاع هو سبب انها قصيره فقط، لا يعني ما اردت افصل كثيرا في هذا. أجل، كيف نعرف نرتب كتابة الآيات؟ هذه تحتاج شرح، ربما أنا شرحت معظمها موجود على اليوتيوب،
يعني كيف نرص الكتابة أثناء كتابة السطر؟ نعم، المسافات التي بينها، تقصد بين المسافات التي بين الكلمات، هذه الفراغات أنت تحددها وتلتزم بها. ستزور لبنان إن شاء الله. أنا كنت هناك قبل عيد الأضحى تقريبا بيومين أو 3 أيام الماضي، ورجعت إن شاء الله قريبا بإذن الله، نأتي بإذن الله. الفرق بين فرك القلم والرسم، فرك القلم لا يرتفع القلم، يعني مثلا هذا نسميه مثلا، هنا أنحف، هنا أعرض، هنا أنحف، لكني أنا لم أرفع القلم، القلم كله يلامس الورقة، لكن أحرك القلم، يعني أفرك القلم بهذا الشكل. لكن للنسخ لا، النسخ ثم آتي بعد ذلك أرسم هذا الزائد بهذا الشكل، يعني هنا نحيف، لكن النحف ناتج عن ترك للقلم، يعني أنا أترك الجزء السفلي وأنا أكتب، لكن في الثلث لا، في الثلث بهذا الشكل، يعني أنا أحرك القلم وأدوره من أجل أعطي النحف والعرض. بارك الله فيكم، آمين وإياكم، بارك الله فيكم. لا، بين كل سطر وسطر 3 ألفات بالنسبة للعمل اللوحة الفنية، أما للمصحف يختلف. موقع على يوتيوب، اكتب إبراهيم المرابط، وعفوا الطيب المرابط، وستجد عنده موقع، هو ينشر كل البث الموجود. الموقع على اليوتيوب هي لي 3 ألفات. نعم، بالنسبة للوحة والمصحف قليل. اختبئ أي منطقة في تركيا أنت أستاذ؟ أهلا وسهلا بك، أنا في اسطنبول، أنا في اسطنبول، أهلا فيك في أي وقت. إلى تاريخ 2 أنا في اسطنبول فقط، أما بعد 2 سأكون في البحرين إن شاء الله، من تاريخ 3 إلى تاريخ 9 إن شاء الله، من شهر أبريل. المصحف نعم مختلف، المصحف كم حجم القلم الذي تكتب فيه نقيس عليه الفراغ بين الأسطر. لا المصحف لا، مثلا أنت تكتب بواحد ملم، الفراغ 2 سنتيم، وأنت تقيس عليها بعدين، احسب على هذا القياس، هو ليس 2 تماما، 1.9 أو 1.8، وإذا زاد تزيد، وإذا نقص تنقص. نعم، 1 ملم الفراغ 1.9 سنتيمتر، يعني 1.9 يعني 19 ملم، إذا كنت تكتب بواحد ملم، وإذا زاد تزيد، ممكن تحسب النسبة، تعمل قسمة 1.19 قسمة 1 كم يصير معك، وبعدين تعمل حساب رياضي وتعرف الفرق بين الأسطر. واحد فاصل تسعة هي نسبة النسخ أصلا، بعدين أقول كيف نسبة النسخ. 1.9 هي نسبة النسخ، يعني هذه قطة القلم، هذه قطة القلم. في النسخ إذا أعدت قطة القلم بهذا الشكل، إذا أعطاك 9، قطة القلم هذه أعطتك 9 بهذا الشكل، هذا القلم مناسب للنسخ. أما إذا أعطاك أقل أو أكثر ليس مناسب للنسخ، لأن هذا له علاقة بمفاصل الحروف، هذه مسألة مهمة. الثلث ليس 9، ثلث 7، لازم يعطيك 7، هذا يعطيك 7 لا يعطيك 9. هذا أفضل ميزان لمعرفة القلم. نعم، البث إن شاء الله يبقى وينزل على يوتيوب. من جدا أن يكون له سنوات الخط من شرح حروف النسخ وكان الله يبارك فيك أخي، بارك الله فيكم. أنا في الرياض، فهل تدلني على من أتعلم عنده وتنصح به؟ الإخوة كثير في الرياض ما شاء الله، كثير إخوة في الرياض، يعني من أذكر لك، يعني عندك الأستاذ ناصر،
الميمون، عندك الأستاذ فهد، عندك الأستاذ عبيدة أو عبيد نفيعي، عندك الأخ سعد، عندك الكثير يعني كثير إخوة ما شاء الله في الرياض، يعني تدلوك الإخوة عليهم. تقصد للنسخ أم لخط آخر؟ هذا أنا أذكر للنسخ، مسألة النسخ، أما للخطوط الأخرى ما شاء الله الديواني الرياض ممتلئ، الثلث أيضا ما شاء الله. لدي مشكلة في مسافات الحروف، أي أني أقربها كثيرا أو أبعدها كثيرا، كيف سأنتبه لهذه المسألة؟ ارجع يوتيوب، كنا شرحنا قبل فترة عن مسألة الفراغات وكيف التعامل معها في أحد الأيام، كتاب الصفحة من القرآن فائد جميل كتبت موجود، لكن إن شاء الله نعيد بإذن الله إذا صار هناك وقت. هل دائما تكتب حلقة الميم الصغيرة من الأعلى للأسفل؟ ميم الصغيرة، أي ميم؟ هذه؟ إذا كانت هذه نعم فهي تكتب من الأعلى ليست من الأسفل، إذا كانت تقصدون هذه. يوجد أشبه بالجسر قبل حرف الراء، تجدها دائما في كلمة صبر ويسر، ما هو السر؟ ما فهمت تماما. صبر، ها تمام تمام فهمت، هذا يعني مثلا كتبنا كلمة صبر، هذا إذا كنت تقصد هذا فهذا له علة، وهو علة يعني وضع الكلمة في إطار معين حتى لا ينزل في الأسفل، فعمل هذا حتى يصعد الراء أو الأحرف الأخرى يعني قليلا. الصر مبدع كلام صح. نسخ، النسخ نعم ذكرت لك الإخوة، اذهب إلى الأستاذ ناصر، هو ما شاء الله هو في الرياض وهو سيدلك، وأستاذ رائع ويعني وخدوم ولا يبخل بشيء، إن شاء الله يوصلك أستاذ ناصر الميمون حفظه الله وبارك في عمره، يعني جزء من سمك القلم. نعم هي ليست بعرض القلم كاملا، ولها لها أساليب سيأتي لها إن شاء الله في شرح حرف الميم بإذن الله. إذا خلاص، إذا لا يوجد شيء نغلق البث ونلقاكم إن شاء الله يوم الجمعة مساء مع حرف السين بإذن الله. مساءكم طيب ونلقاكم إن شاء الله في الجمعة القادمة بإذن الله، في أمان الله.